السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الاسبوعين اللي فات يا جماعه في ارقام كتيره نزلت، من ضمنها السي بي اي او كونسيومر برايس اندكس اللي هي مؤشر اسعار المستهلك اللي هو كان 7.1%، وده اللي بيبين لنا التضخم اللي احنا فيه دلوقتي، هل ان هو بينزل ولا بيطلع. 7.1% دوت يا جماعه اللي هو يير اوفر يير، يعني الرقم دوت اللي هو كان بتاع شهر نوفمبر، فهم بيقارنوا نوفمبر 2022 بنوفمبر 2021 7.1. الرقم اللي قبل منه اللي هو كان بتاع اكتوبر لاكتوبر كان 7.7%، يعني الير اوفر يير او من سنه لسنه الرقم بيقل شويه. ده يا جماعه ده مش معناه ان التضخم بيقل، ده معناه إن الزيادة في التضخم بتقل. الزيادة بتقل، التضخم نفسه بيزيد. 7.1% معناها إن كل الحاجات اللي إحنا بنشتريها النهاردة بالمقارنة بنفس الشهر في سنة 2021 زادت بنسبة 7.1%. ده بالنسبة للتضخم. طب بالنسبة للـ unemployment rate أو اللي هي معدل البطالة، معدل البطالة كان 3.7%. معدل البطالة هي دي المشكلة الرئيسية اللي هي محيرة الاحتياطي الفيدرالي، لأن هو عايز يزود معدل البطالة، وهو قالها في كذا ميتنج إن هو عايز يوصل معدل البطالة ل 5%، بس مش عارف ليه؟ لأن يا جماعة البلد لسه فيها فلوس كتيرة، فالناس عمالة تعين، وخاصة اليومين دول في الكريسماس والسنة الجديدة، فالناس كلها في المولات وعمالة تشتري، فأصحاب المحلات بيعينوا ناس، وكل العمالة ديت عمالة temporary يعني عمالة مؤقتة. طب دلوقتي الاحتياطي الفيدرالي عايز يقلل من التضخم اللي هو 7.1%، قال إن هو عايز يوصله ل 2%، وفي الوقت نفسه قال إن هو عايز يعلي من معدل البطالة، قال إنه عايز يوصلها 5% بس مش عارف. طب الاحتياطي الفيدرالي قال إيه؟ اجتماعه اللي فات قال إن هو هيبدأ يزود في الفايدة بس بنسبة أقل من الزيادات اللي هو كان بيزودها قبل كده. فالمرحلة اللي هي الفايدة فيها بتزيد بس مش بمستوى عالي زي الفترة اللي فاتت، دي المرحلة اللي إحنا بنقول عليها الفيد بيفت. في الفيديو بتاع النهارده يا جماعه انا هشرح لكم ايه هو الفيد بيفت. انا الصراحه انا عملت حاجه يعني جميله جدا، انا خدت كل الارقام دي كلها ورحت حاططها على سبريد شيت عشان نشوف الدنيا كلها ماشيه ازاي مع بعض. ليه؟ لان انت اما تاخد بس معدل البطاله لوحده او تاخد الفيد ريت او اللي هو الاحتياطي الفيدرالي الفايده بتاعته، او تاخد اسعار البيوت اللي هي بتنزل، او الـ unemployment rate اللي هي معدل البطاله، كل حاجه لوحدها ما بيبينلكش الصوره عامله ايه. فانا قلت طب انا لو خدت الحاجات دي كلها حطيتها على سبريد شيت وبدانا نشوف ايه اللي بيحصل، وبالشكل ده احنا نعرف بالظبط ايه اللي بيحصل. وفي الوقت نفسه يا جماعه الدولار بيطلع بشكل كبير جدا، والصراحه يعني للاسف ان في فيديوهات يعني بتبين ان في خرف كتير على السوشيال ميديا، بيقول لك مثلا ان الدولار هيبقى 150 جنيه. الكلام ده مش هيحصل، طالما في حكومه الدولار عمره ما هيبقى 150 جنيه. فخلينا نبدا الفيديو واشرح لكم بالظبط بالسبريد شيت ده ايه اللي بيحصل، وانتوا نفسكم مع السبريد شيت دوت انتوا هتعرفوا بالظبط الدنيا رايحه فين، وبالشكل ده احنا نحضر نفسنا لسنه 2023 اللي هي مش هتكون سنة كويسة اقتصاديا على مستوى أمريكا وعلى مستوى العالم كله. السبب اللي أنا بقول لكم إن هي مش هتكون سنة كويسة مش عشان إحنا نتشائم، لا، عشان إحنا نستعد. فيلا بينا نبدأ الفيديو مع السبريد شيت ده. اللي إحنا شايفينه يا جماعة على السكرين ده السبريد شيت اللي أنا قلت لكم عليه، اللي بيبين لنا إيه التوقعات اللي هتحصل خلال ال3 سنين الجايين. فانا بدات السبريد شيت بسنه 2022 اللي هي بتخلص دلوقتي،
سنة 2023 كل الأكشن هيحصل في سنة 23، سنة 2024 الأكشن هيبدأ يقل شوية والعملية هتبين لنا أكتر. سنة 2025 أنا بينت إيه اللي هيحصل على آخر السنة. الجزء الأولاني من السبريد شيت دوت بيبين لنا اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، وزي ما أنا قلت لكم قبل كده في أكتر من ميتنج إن الاحتياطي الفيدرالي بيجتمع 8 مرات كل سنة. فزي ما شايفين هنا في سنة 2022 اجتمع في شهر 1 و3 و5 و6 و7 و9 و11 و12، ادي الثمان اجتماعات بتوعه. وده اليوم بتاع الاجتماع في شهر يناير على سبيل المثال، اجتمع يوم 26 والارقام هنا مبينة، لغاية شهر ديسمبر اجتمع يوم 14 في الشهر. دي رقم الميتنج زي ما قلت لكم 8 اجتماعات هنا، وده هنا ايه القرار الاحتياطي الفيدرالي عمله في كل ميتنج. فزي ما انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات بتاعتي اللي انا نزلتها قبل كده، وتملي كنت بقول لكم هو بيعلي الفايده قد ايه، فبدا الاحتياطي الفيدرالي يعلي الفايده في شهر مارس بربع في المية، بعد كده شهر مايو علاه نص في المية، وبعد كده 4 ميتنج علاها بثلاث ارباع في المية، وبعد كده اخر شهر اللي هو شهر ديسمبر علاها بنص في المية. الاجتماع بتاع شهر ديسمبر ده يا جماعة الاحتياطي الفيدرالي قال ايه؟ قال ان هو عايز يوصل الفايدة ل 5% على سنة 2023، وبعد كده هيبدأ يوقف العلو بتاع الفايدة، وبعد كده هيبدأ ينزل الفايدة. فعشان كده اللي انا عملته هنا انا بينت لكم كل مرحله من المراحل دي بيكون لها اسم معين. الاحتياطي الفيدرالي وهو بيعلي الفايده ب 3 ارباع في المية، فده بيعمل تشديد على الاقتصاد اللي احنا بنقول عليه الكوانتيتيف تايتنج. قبل كده لما الاحتياطي الفيدرالي كان مسهل الدنيا كان هو ده العكس، ده الفترة اللي احنا كنا بنقول عليها الكوانتيتيف ايزنج او التيسير الكمي. دلوقتي الاحتياط الفيدرالي بيعمل كوانتيتيف تايتنج، بيشدد على الاقتصاد. بيشدد على الاقتصاد ليه؟ زي ما قلنا قبل كده ان هو السبب الرئيسي ان هو عايز يقلل من الانفليشن ريت اللي هو مش عارف يتحكم فيه. فالفترة لغاية شهر نوفمبر وهو كان موقف الفايدة وعمال يعليها كل شهر أو كل اجتماع بثلاث أرباع في المية، ده quantitative tightening. مجرد ما الاحتياطي الفيدرالي يعني بص كان البلاتو كده على إيه؟ ثلاث أرباع في المية عمال يعلي يعلي يعلي، بعد كده هيبدأ يعلي بس هيبدأ يعلي بأقل. الفترة دي اللي إحنا بنقول عليها الفيد بيفت. الفيد بيفت، البيفت ده معناه ايه يا جماعه؟ البيفت اللي هو المحور، الفيد اللي هو الفيدرالي يعني. فالمحور بتاع الفيدرالي ده معناه ان هو بيغير الاتجاه بتاعه، عشان كده بتقال عليها الفيد بيفت. الفيد بيفت دوت ليه 3 مراحل او 3 ستيجز 3 فيزز يعني. خلينا هنا هوريكم في الجزء دوت، ده هنا هيبين لنا بالظبط ايه هو الفيد بيفت والاحتياطي الفيدرالي ازاي ان هو بيتعامل معاه. زي ما انتم شايفين هنا بداية من مارس كان ربع في المية، علاه ربع في المية، وبعد كده علاه كام؟ نص في المية. فهنا وصلنا ايه؟ تلات ارباع في المية، بعد كده علاه كمان تلات ارباع، بقينا 1.5، بعد كده قعد يعلي تلات ارباع تلات ارباع، بعد كده جه في الاخر راح معليه ايه؟ نص في المية اللي هو الاجتماع اللي فات. فانتوا شايفين بصوا هنا، بصوا الكيرف عامل ازاي بيطلع بشكل جامد جدا. هيبدأ بقى الاجتماعات اللي جاية هيبدأ يعلي الفايدة بنسبة اقل. ايه المتوقع وانا متوقع ايه؟ انا متوقع ان هو هيعلي الفايدة بنسبة ربع في المية في 4 ميتنج خلال السنة الجاية، وهي دي المرحلة الاولى من الفيد بيفت او اللي هو المحور بتاع الاحتياطي الفيدرالي. زي ما قلنا خلينا نرجع شويه عشان ايه افهم لكم الموضوع ده بالظبط. الاحتياطي الفيدرالي بيعلي الفايده بيعليها جامد جامد جامد، هيبدا في مرحله الفيد بيفت اللي هو المحور بتاعه،
فهيبدأ أول مرحلة من الفيد بيفت إن هو هيعلي الفايدة بس بنسبة أقل. المرحلة بقى الثانية هيعمل إيه؟ اللي هو الفيس 2، هيبدأ يعمل إيه؟ هيبدأ إن هو يوقف تعلية الفايدة فمش هيعليها. المرحلة ديت أنا متوقع يا جماعة إن هي تحصل من شهر 6 لغاية شهر أكتوبر تقريباً. في الفترة ديت الاقتصاد هيتكسر، احنا خلاص احنا في الفترة دي احنا هندخل على ريسيشن او ركود اقتصادي. مجرد ان احنا ما هندخل على ركود اقتصادي، الاحتياط الفيدرالي هيبدأ يدخل في المرحلة الثالثة من الفيد بيفت، اللي هي هيبدأ يقلل من الفايدة تاني. وزي ما انتم شايفين هنا، بص هنا بيطلع 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 ثلاث ارباع نص، بعد كده بدأ يقلل في الفيد بيفت المرحلة الأولانية، يقلل كمان على ربع في المية، وبعد كده دخل في المرحلة الثانية من الفيد بيفت اللي هو ثبت الفايدة، بعد كده يدخل في المرحلة الثالثة اللي هو هيبدأ يقلل من الفايدة. فهنا بعد ما وصلها ل 5% هيبدأ يقللها ربع في المية، هتبدأ تبقى إيه؟ 4 3/4%، هيقللها كمان ربع في المية ربع في المية، لغاية على آخر سنة 2024 هيوصل الفايدة ل 4%، بعد ما كانت 5% على في شهر 5 اللي هو الشهر اللي احنا اللي جاي في سنة 2023، هيعليها أقصى حاجة ليها هتوصل ل 5%، على آخر سنة 24 هتوصل حوالي 4%، وبعد كده في سنة 25 هينزلها كمان 4 مرات ربع في المية لغاية ما يوصلها ل 3%. طبعا يا جماعة الحاجات دي توقعات هتعتمد على الأرقام اللي الاحتياطي الفيدرالي بيشوفها كل شهر. جيروم باور أول ما بيطلع على الميتنج بتاعته بتاع الأوبن ماركت كوميتي، تملي بيقول أنا مش عارف إيه اللي هيحصل الشهر الجاي، أنا هشوف الأرقام وهقول لكم بالظبط ايه اللي ممكن يحصل. وانا كمان عشان كده انا بقول لكم، لو هو جيروم باول نفسه اللي هو رئيس الاحتياطي الفيدرالي مش عارف هو هيعمل ايه، بس هو بيشوف الفوركاست بيتوقع ايه وبيقول لنا ايه اللي ممكن يحصل وايه ورياكت اكوردنلي. فعشان كده انا كمان انا السبريد شيت دوت انا عملته بيست على المعلومات اللي هي وصلت لنا منه، فانا خدت كل المعلومات كلها وبدات حطيتها، لان احنا اول ما نحط المعلومات هنبدا نفهم ايه اللي بيحصل. اما الجزء ده يا جماعه انا برضو انا قلت ايه، طب ما خلينا احط حاجه تانية ايكويجن تاني في النص كده اللي هو السي بي اي او مؤشر اسعار المستهلك. انا بدات من شهر يناير كان 7.5 وبدا يعلى 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 لغايه ما وصل في شهر 6 سنة 2022 وصل ل 9.1، وده كانت الذروة بتاعته. طيب في حاجة تانية يا جماعة، تملي الناس بتقول طب هو الاحتياطي الفيدرالي هيبدأ يوقف التعلية ويكسر الاقتصاد عشان نبدأ بقى ان احنا نشوف الدنيا رايحة فين دي امتى؟ في حاجتين. الحاجة الأولانية اللي أنا شرحتها لكم اللي هي بتقول اللي هو الفيد بيفت ستيجز او فيزز، وده اللي انا مبينه هنا، وعشان كده الجزء دوت اللي انا حاطط عليه سهم اللي هو شهر ابريل هو دوت الفتره اللي الاقتصاد فيها هيبدا يبقى ستيبل وهنبدا نكون عارفين بالظبط احنا رايحين فين. الصوره هتبدا تتضح يا جماعه امتى؟ الصوره هتبدا تتضح من شهر نوفمبر 2023. ليه؟ لأن أول ما الاحتياطي الفيدرالي يدخل في الفيس الثالث أو المرحلة الثالثة من الفيد بيفت، يبدأ إن هو يقلل في الفايدة، إيه اللي هيحصل؟ هل إن البورصة هتطلع؟ لا الصراحة مش هتطلع، خلي بالكم. البورصة هتبدأ تطلع إمتى؟ هتبدأ تطلع بجنون جدا حوالي شهر أو 2 من بداية المرحلة الثالثة. يعني الناس اللي هي بتعمل انفستمنت في البورصة أو في الستوك ماركت، أنا بقول لكم يا جماعة إن ابدأوا فكروا من نوفمبر 2023. ما يعني دونت جو هير، أو ما الاحتياط الفيدرالي، لأن خلي بالكم أنا عايز برضه أوضح نقطة.
ان بدايه المرحله الثالثه ديت ممكن هي تكون متاخره شهر، وممكن تكون متقدمه شهر. ليه؟ لان زي ما قلت لكم الاحتياط الفدرالي مش عارف بالظبط ايه اللي بيحصل. بس اللي انا عايزكم ان انتوا تفكروا فيه، انتوا تملوا خلوا السبريد شيت دوت في دماغكم، بحيث ان احنا اول ما ندخل في المرحله الثانيه ابداوا اتفرجوا ايه اللي بيحصل والاحتياطي الفدرالي هيعمل ايه. لان مجرد ما الاحتياطي الفدرالي هيبدا يقلل من الفايده، ده معناه ان احنا دخلنا في المرحله الثالثه. بعد المرحله الثالثه ما تبدا من الفيد بيفت بحوالي شهر او اثنين، الستوك ماركت هيطلع بكميه كتيره جدا. بس من هنا من النهارده لغايه ما نوصل للمرحله الثالثه، انا متوقع ان الستوك ماركت هينزل بكميه كبيره جدا. عشان كده يا جماعه الفتره اللي جايه دي خلي بالكم، الناس ممكن تعمل فلوس كتيره جدا لو بداوا ان هم يتابعوا الماركت ويتابعوا الفيد بيفت ويتابعوا الاحتياطي الفيدرالي ايه القرارات بتاعته، وهو هيبدا الفيد بيفت المرحله الثالثه امتى. فهي دي يا جماعه، هي دي المرحله اللي فعلا الاحتياطي الفيدرالي هيبدا يعمل الكوانتيتيف ايزنج تاني. هو دلوقتي هنا كوانتيتيف تايتنج، وبعد كده فيد بيفت، وبعد كده المرحله الثالثه، وبعد كده في نص المرحله الثالثه هيدخل تاني على الكوانتيتيف ايزنج اللي هو التيسير الكمي، وهيبداوا بقى يعملوا ستيميولاس تاني ويحطوا فلوس في البلد تاني، والتضخم ممكن يبدا يطلع شويه، بس مش هيطلع زي الطلوع اللي احنا فيه دلوقتي. والسبب الرئيسي لان الاقتصاد هيكون اتكسر، فالناس مش هتكون معاها فلوس، فالتضخم مش هيكون بنفس الكميه اللي هو موجوده دلوقتي. في حاجه تانية مهمه جدا انا عايز اقولها لكم بالنسبه للناس اللي هي عايزه تشتري بيوت. شراء البيوت يا جماعه فيري تريكي الفتره اللي جايه. احنا شفنا دلوقتي ان اسعار الفايده على البيوت طلعت وبعد كده نزلت. طب هو ايه؟ ما انت قلت لنا قبل كده ان الفيد ريت اللي هو ده يا جماعه، وهو ده على فكره انت اما بتسمعه على الفيد ريت، فهو تملي بيقول لك النهارده الفيد ريت ما بين 4.25 و4.5، تملي بيديك مثلا ايه ربع في المية رينج. فانا الصراحه انا مش عايز اكلكع الدنيا اكتر، ايه هي من كلكعه يعني. فانا هاخد اللي هو الرقم الاولاني، لان بدل ما اقول لك 4.25 و4.5، لا خلينا ايه على الرقم واحد، بحيث اهم حاجه احنا عارفين نكون عارفين الدنيا رايحه فين. احنا مش اقتصاديين ولا بنتعامل في الاقتصاد، احنا الفكره كلها ان احنا عايزين نعرف الدنيا رايحه فين، بحيث ان احنا نستعد لسنه 2023. الحاجه اللي انا عايز اقولها لكم حاجه مهمه جدا بالنسبه لاسعار البيوت. اول حاجه زي ما قلت لكم ان الارقام ديت هي دي الفيد ريت. الفيد ريت هو دي الفايده بتاعت الاحتياطي الفيدرالي. الفايده بتاعت الاحتياطي الفيدرالي ديت دي عباره عن البنش مارك اللي البنوك بتتعامل بيها، والشركات الخاصه اللي هي بيدوا قروض عقاريه بيتعاملوا بيها. معنى ايه؟ بمعنى مثلا اول ما الاحتياطي الفيدرالي يعلي بنص في المية، فالاحتمال الاكبر ان شركات اللي هم بيدوا قروض للعقارات ان هم هيعلوا الفايده كمان بربع في المية. لو الاحتياطي الفيدرالي علا نص هم هيعلوها نص، لو علاها ربع يعلوها ربع. بس احيانا اللي بيحصل ان هم بعد ما بيعلوها بيروحوا منزلينها تاني. انتم لاحظوا مثلا ان الفايده على القروض العقاريه الفتره اللي فاتت طلعت بقت 7 مثلا و3 من 10%، وبعد كده نزلت بقت 6 و9 من 10%. النهارده على فكره يا جماعه عشان بس تكون في الصوره، النهارده اللي هو شهر ديسمبر هي واقفه على 7 و1 من 10% للقرض العقاري الثابت لمده 30 سنه، وده اخر قرار ليه. بس احيانا الناس اللي هي بتسلف عشان القروض العقاريه، الناس يا جماعه ما بتشتريش، ما حدش بيشتري اليومين دول. فبيقول لك طب طالما ان هو ما حدش بيشتري، طب ما احنا كده هنخسر. طب خلاص، احنا عارفين ان الفيد ريت او الفايده بتاعت الاحتياطي الفيدرالي بتطلع، بس خلينا احنا ننزلها شويه عشان نجيب ناس. وعشان كده يا جماعه الفتره اللي فاتت ديت
بيقولوا ان في شهر نوفمبر التقرير اللي هو نزل عن البيوت بيقول لك ان في حركة في اسعار البيوت تاني. طب ايه السبب؟ ايه اللي خلى الحركة في اسعار البيوت؟ لان الناس اللي هي بتقرض قروض للبيوت نزلوا الفايدة شوية عشان يبدأوا يجيبوا الناس، وفي الوقت نفسه الناس بدأ يقول لك اه طب ما الاحتياطي الفيدرالي بدأ يدخل في الفيد بيفت الفيز 1، فمعناها ان الدنيا هتبقى حلوة. الدنيا مش هتبقى حلوة. الحاجة اللي أنا عايزكم تاخدوا بالكم منها، زي ما أنا تملي بقول على الستوك ماركت، الدنيا مش حلوة يا جماعة. شفت أنتوا الستوك ماركت طلع وبعد كده نزل؟ النهاردة يا جماعة شوفوا أنتوا الناسداك، الناسداك تقريبا على 52 ويكس لو، يعني أقل كمية لها أو أقل قيمة لها خلال ال 52 الاسبوع اللي فات تقريبا، يعني هي جاست تاتش اعلى من ال 52 ويكس لو. بس ايه، عشان كده بقول لكم يا جماعه ان الوضع مش مستقر خالص. طب نرجع لموضوع البيوت، احنا الواحد بيلف وبعد كده بيتوه، فخلينا نرجع تاني ايه لموضوع البيوت. موضوع البيوت يا جماعه اللي هيحصل ايه؟ طول ما الاحتياطي الفدرالي عمال يعلي في الفايده فاسعار البيوت هتبدا تقل. ليه؟ لان الناس خلاص الاحتياطي الفيدرالي بس مش بيعلي في الفايده، ده هو بيسحب 95 بليون دولار a month كل شهر، فده بيخلي فيه السيوله الموجوده في السوق قليله جدا. زي ما قلت لكم ان الاحتياطي الفيدرالي عمال يعلي في الفايده فاسعار البيوت بتنزل. ليه؟ لان الافوردابيلتي او تحمل الدفعات الشهريه بقى صعب جدا اليومين دول. عشان كده يا جماعه خلي بالكم، انا عارف ان هما بيقولوا ان البيوت السيل بتاعها طلع شوية الشهر اللي فات، بس البيوت لسه هتنزل. هتنزل لغاية امتى؟ شايفين انتوا الكيرف دوت؟ نفس اللي انا قلته على شهر ابريل 2024، اعتقد هو ده الشهر او خلال يعني شهر 1 month 2 months قبل كده او شهر او اتنين بعد كده، هي دي الفترة الناس اللي هي عايزة تشتري بيوت، اعتقد هي دي الفترة. وخليكم انتم متابعيني على الفيديوهات، فاعملوا سبسكرايب لان انا هبدأ اعمل لكم ابديت، لان انا زي ما قلت لكم الاحتياطي الفيدرالي مش عارف، فانا على قد ما اقدر ان انا هبدأ اظبط السبريد شيت دوت وهبدأ اشير معاكم بحيث ان احنا نبقوا عارفين الدنيا رايحة فين. انا كمان انا عايز اعرف الدنيا رايحة فين، فانا بحط المعلومات كلها بحيث ان احنا نفهم الدنيا رايحة فين. في حاجة يا جماعة مهمة جدا أنا عايز أتكلم عليها، ما أعتقدش إن في أي قناة من القنوات هتتكلم عليها لأن الناس ما تعرفش الموضوع ده. إيه هي؟ هي موضوع قوانين المباني. Building Code. قوانين المباني دي يا جماعة إيه هي؟ إن إحنا أول ما بنقدم أي رسومات للبلدية فلازم الرسومات دي تكون مطابقة لقوانين المباني اللي هي Building Code. قوانين المباني ديت بتتغير كل سنتين أو كل 3 سنين. فإحنا لغاية ديسمبر 2022 كنا بنستخدم قانون المباني بتاع سنة 2019 اللي هو نزل 2019. بداية من ديسمبر 2022 يوم 20 في الشهر أو 21 في الشهر هنبدأ نطبق قوانين المباني بتاعة سنة 2022، دي اللي احنا بنقول عليها 2022 Building Code. طب دي ليه مهمة؟ مهمة يا جماعة لأن قانون المباني الجديد اللي احنا هنبدأ نطبقه very strict، صعب جدا على المباني، وهيغلي أسعار البيوت وهيغلي أسعار المباني. طب ليه؟ أنا هقول لكم، أنا مش عايز أعقد الدنيا بس هقول لكم حاجتين صغيرين جدا في قانون المباني الجديد هيكون ليها تأثير على سعر البيوت وعلى سعر المباني عموما. إيه هم؟ أول حاجة بالنسبة للإي في أو السيارات الكهربائية، السيارات الكهربائية دلوقتي كل قوانين المباني مركزين عليها، فإحنا لغاية السنة اللي فاتت 2019 كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول والله المفروض إن 7% من مواقف السيارات لازم إن إحنا نوصل لها البايب أو المواسير بحيث إن هي تكون ريدي إن إحنا نحط فيها التشارجر بتاعت السيارات الكهربائية.
لغايه 2019، او قوانين المباني بتاعت 2019 اللي هو هيخلص سنه 2022. ده احنا بس كل اللي احنا بنعمله بنوصل الماسوره ل 7% من المواقف بتاعت السيارات. بداية بقى من سنة 2023 اللي هي خلاص ان احنا بدأنا نطبق قوانين المباني الجديد، بيقول لك 25% من المواقف بتاعت السيارات لازم تكون جاهزة، و5% من المواقف بتاعت السيارات لازم نوصل لها وتكون محطوط فيها التشارجنج ستيشن. فده ايه اللي هيعمله؟ اللي هيحصل معنى تاني ان هو بيقول للبيلدر ان انت 5% من المواقف بتاعت السيارات لازم يكون فيها التشارجنج ستيشن بتاعت السيارات الكهربائيه، وده هيغلي سعر الكونستراكشن كوست بتاعت البيوت وبتاعت الشقق السكنيه والعمارات، وده هيعلي من سعر الشقق ويعلي من سعر الكونستراكشن. دي أول حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للسولار بانل، السولار بانل اللي احنا بنحطها فوق المبنى عشان تدينا سولار، بدل ما نستخدم الكهرباء نستخدم السولار بحيث ان يدينا ايه؟ كهرباء. كان الأول كنا أول ما بنعمل مبنى بنصمم مبنى، فبنيجي على السطح وبنقول للبلدية والله آجي الحتة ديت بتاعت السولار بانل. طيب من بداية سنة 2023 البلدية بتقول لك لا، ده انت لازم ان انت تحط السولار نفسها وتوصلها. فدلوقتي عندك بقى عندك في حاجتين رئيسيين، الحاجة الأولانية السولار اللي احنا لازم نحطها، الحاجة الثانية اللي هي التشارجر بتاعت الالكتريكال فييكل. الحاجتين دول هيسببوا زيادة في أسعار الشقق وأسعار المباني تقريبا حوالي 7%. عشان كده هنا القانون ده أما هيبدأ نطبقه في سنة 23 أول السنة. فعموما يا جماعة إن إحنا أول ما نقدم رسومات للبلدية، الرسومات دي بتاخد لها حوالي 6 شهور علشان الرسومات تكون جاهزة ويبدأ البيلدر يبدأوا يطبقوا. فهم لو هم بدأوا هنا قدموا الرسومات هنا على شهر 6، الرسومات هتكون جاهزة والبيلدنج بيرميت هيكون جاهز، هيبدأوا يبنوا. البنى بياخد حوالي 9 شهور تقريبا، فهيوصلنا لهنا، وهي ديت نفس النقطة اللي أنا قلت لكم الفترة اللي الدنيا هتبدأ تستقر والستوك ماركت هيبدأ يطلع في الوقت نفسه. هي دي الفترة اللي البيوت كمان هتبدأ تطلع، لأن الدنيا هتبدأ تبقى مستقرة والريت بتاع القروض العقارية هيبدأ يقل، وفي الوقت نفسه الأسعار بتاعة البيوت هتبدأ تزيد، لأن أما الكونستراكشن كوست بتاع البيوت الجديدة بيزيد أوتوماتيكلي أسعار بتاعة البيوت القديمة بتزيد معاها. عشان كده يا جماعة أنت هتجيبها يمين هتجيبها شمال هتلاقيها هنا. الحاجة الثالثة كمان اللي أنا عايز أقولها لكم إن تملي التضخم أو ما بيعلى أعلى كمية للتضخم أو أعلى قيمة للتضخم بيبدأ بعد كده بينزل 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 لغاية ما يبدأ يستقر. الاستقرار بتاعه بياخد حوالي 24 شهر من أعلى قيمة ليه. فإحنا لو قلنا إن التضخم أعلى قيمة ليه كان في شهر 6، فلو أخدنا 24 شهر هيوصلنا لشهر 6 24. عشان كده يا جماعة أنا بقول لكم إن دول 3 حاجات مهمين جدا، وال3 حاجات بيتقابلوا في نفس الشهر تقريبا. أول حاجة اللي هو الفيس الثالث بتاعت الفيد بيفت، لقيت إن هو هيحصل في الجزء ده. الحاجة الثانية ال 24 شهر من أعلى قيمة للتضخم برضه هتحصل في الموضوع ده. البيلدينج بيرميت الجديد والأسعار بتاعته اللي هي هتأثر على أسعار البيوت هتبدأ برضو مجرد ما يدخلوا الرسومات للبلدية لغاية ما المبنى يكون جاهز للبيع هيحصل في الشهر ده. عشان كده أنا بقول لكم هو ده الشهر الفاصل، يعني بلس أور ماينس شهرين، من شهر إبريل يعني مثلا من شهر من
من شهر 2 3 4 5 6 هي دي المرحلة الدنيا هتبدأ تستقر فيها، فاستعدوا. بس خلال السنة الجاية خلي بالكو، لأن السنة الجاية مش هتكون كويسة. أتمنى الفيديو ده يكون مفيد يا جماعة. لو عندكم أي سؤال حطوه لي على الكومنت وأنا هجاوب عليه على قد ما أقدر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتشيروه لأصحابكم، لو القناة عجباكم ما تنسوش تشيروها لأصحابكم وتشتركوا فيها، ونكلمكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة 2023 سعيدة على الجميع.